برعاية وزارة الثقافة والمتحف الوطني بدمشق والمتحف العماني، انعقد مؤتمر صحفي حول فعالية يوم عماني في دمشق. هذا اليوم مخصص لمعرض للآثار العمانية، سيفتتح في المتحف الوطني في دمشق، ونحن سعداء جدا بهذا التعاون. سيتم توقيع اتفاقية أيضا بين الطرفين للقيام بأعمال ترميمية لآثار أخرى، وإن شاء الله سيكون التعاون الثقافي بناء. الجانب العماني لم يقصر أبدا خلال كل السنوات الماضية بدعم سوريا ثقافيا متحفيا في الشق الآثاري والترميمي، وسوريا قد أعارت عمان الشقيقة مخطوط ابن ماجد، وقامت عمان بترميم هذا المخطوط، ونحن نمدد تباعا إعارة المخطوط بمرسوم جمهوري كريم لعمان ليتسنى لأكبر قدر من العمانيين رؤية هذا المخطوط التاريخي الهام الذي هو نادر الوجود. دمشق تعتبر المحطة الثالثة لاستضافة معرض وفعاليات يوم عمان، وستكون هذه الفعالية بالمتحف الوطني بدمشق، وستمتد لمدة 6 أشهر. هي عبارة عن معرض بعنوان إضاءات على عمان، تقدم للجمهور السوري التجربة الحضارية العمانية منذ حضارة ماجان في العصر البرونزي، وصولا إلى حضارة الواحات في العصر الحديدي، إلى حضارة أرض اللبان في العصر الحديدي والتي امتد تأثيرها عبر مسالك اللبان إلى الشام، إلى حواضر بصرة الشام، إلى تدمر، إلى القدس وغيرها من حواضر الشام، ومنها إلى قسطنطينية. المعرض كذلك سيسلط الضوء على الإمبراطورية العمانية التي امتد نفوذها إلى منطقة الخليج، أجزاء من شبه القارة الهندية وساحل إفريقيا الشرقي منذ القرن 17 الميلادي وحتى القرن 19 الميلادي. الاجتماع استعرض فعالية اليوم العماني في دمشق الذي يتضمن معرضا للقطع التراثية من سلطنة عمان.